أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل جدا من طراز النحات زي ما احنا ملاحظين. مواصفات هذا العود عن الوجه من السيدر الغامق كندي. طبعا عندنا زخارف المزيك طبعا حاضر معنا في إطار العود وفي الفرس وفي التفاصيل وفي المطرب وفي محاولين شمسية والقبريات زي ما احنا ملاحظين كذلك. كده راح نركز عليها بالتصوير بعد قليل إن شاء الله. عندنا الظهر من الجزء الشامي القديم بالكامل بالإضافة لزخرفة المزيك والعظم بالإضافة للسوار. عندنا هون مزين العظم كمان وفي الساين هون طبعا بالخلف توقيع. كذلك عندنا المسطرة من الخليط ما بين العظم والسيسة. المفاتيح بنوز درجة أولى. الزندقيال من هنا بنقدر نتحكم من خلال الشد والرخي بارتفاع الوتر عن الزند. كذلك هذه الميزة بتحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. الأوتار عندنا من الأورورا دوزان دودو. قياسات هذا العود العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظمة 3.9. نسمع العود نختبر مختلف المساحات الصوتية مثل ما تعودنا دائما. اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات أكيد بتهمنا. نبدأ.
بالتوفيق وألقاكم على خير. إلى اللقاء.